السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم حلوى لمحبي الحلويات السهلة التحضير. هذه الحلوى تحضر بسرعة وتعطينا كمية كبيرة، وكذلك هذه الحلوى كانت طلبتها إحدى الأخوات مني، وعدتها باش تنزل هذا الأسبوع الفيديو. هي الوصفة قديمة، يقول لك المثل الجديد مالو جدة والبالي ما تفرط فيه أو القديم ما تفرط فيه. هي غير الحلوى قديمة كانت عندي الوصفة ودخلت عليها تعديلات وتزيين جديد. عملت لها تزيين الريشة بالشوكولا، وعملت هذيك الريشة عملتها بالملمع الذهبي، وكذلك دخلت عليها داك السكر اللي راه ينباع، شتوه معايا يجي ملب ويجي ملون ويجي لامع، انا دخلته في البني. اعطاها صورة جمالية رائعة، والبنة ما نحكي لكم جات بنينة بزاف. نمشي ونشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هذا الحلوى. هاد الحلوى نحتاج ثلاث طبقات. الطبقة الأولى نحتاج لها كوب من الدقيق، نحتاج كوب من الكاوكاو محمص ومطحون، نصف كوب سكر ناعم، ملعقة صغيرة خمارة كيميائية، زوز صفار البيض، رشة ملح، لاباط داغوم هنا منكه الكراميل، 130 غرام زبدة مذابة. الطبقة الثانية نحتاج هنا العلبتين من النسلي حليب محلى مركز نسلي، نحتاج 4 معالق تاع العسل، ونحتاج 60 غرام تاع الزبده. الطبقه الثالثه نحتاج لها الشوكولا، هنا اخترت شوكولا بالحليب رفت، ونحتاج لهذا المول تاع الريشه حنا للتزيين، نستعملوا هذا المول تاع الريشه للتزيين. نبداو نخدموا في الطبقه الاولى. هنا نوضعوا هنا السكر الناعم، كنا توضع الزبده نزيدوا عليها السكر الناعم، ونحاول نذوبوا داك السكر الناعم في هذيك الزبده تكون عاده سخونه، ذوبوها جيدا. الان نضيف بعد ما خلطت الزبده مع جيدا مع السكر الناعم، نضيفوا رشه الملح، نضيفوا الفرينه راها مغربله، نضيفوا الكاوكاو تاني حتى هو محمص ومطحون، نخلطوا هاد العناصر مع هاد الخليط، نضيف حتى هنا الملعقه تاع الخماره الكيميائيه، نخلطوا هاد العناصر جيدا مع الزبده اللي كنا ذوبنا فيها السكر الناعم، نخلطوهم جيدا هكذا يصبح العجين، يصبح العجين على هذا الشكل بالزبده. الان نضيف قطرات من لاباط داغوم كراميل هكذا، ونجمعوها بهذوك الصفار البيض، نتحصلوا على عجينة حتى نتحصلوا على عجينة. جمعنا العجين بزوج صفار البيض، تحصلنا على هاد العجينة. هنا ناخدو مول صينية تكون القطرة تاعها 25 سنتيمتر على 25 سنتيمتر. انا باش نتفاداو الالتصاق وهذا فرشتها بورق الزبدة، الجوانب كذلك عملتهم بورق بالزبدة عفوا، ونبسطو هكذا، نحاول نبسطوها باليد فقط، نبسطوها باليد ما نخليوهاش جهة خشينة وجهة رقيقة، نحاولو نعطيو لها نفس السمك هكذا، نحاولو نعطيوها نفس السمك غير باليد بسطتها. الفرن راني سخن فيها على درجة 180 درجة مئوية، نتحيوها طيب، ما تطيبش حتى تحمر، نخليوها 10 دقائق كوي غابلون. هنا هاد البيسكوي ولا يطيب بيض. نمشيو نعملوها طيب ونحضروا الكريم للطبقة الثانية. في كاسرولة راني عاملة العسل، نزيدوا عليها الزبدة ونزيدوا عليها الحليب المحلى المركز، ونوضعوها على النار ونقعدوا نخلطوا تقريبا مدة 10 دقائق أو أكثر هكذا بملعقة خشبية، نقعدوا نخلطوا على النار. كما راكم تلاحظوا الخليط راه وضعته على النار، ورحنا نحركوا حتى تذوب هذه الزبدة كاملا، والخليط نقعدو نحركو فيه حتى يتبدل اللون تاعو كليا، ولا والكاطو راح يطيب في الفرن مدة 10 دقائق فقط.
يطيب بيض باش كي تعاود طيب لنا هذا كراميل نعاود نعملوها فوق ونعاود نتحيوه من جديد عاود في الفرن. دائما الفرن ما نطفيوهش. دائما راه على النار احنا نخلطو هنا. كما تلاحظوا غيرت الكاسرونه، هذيك الكاسرونه كانت عندي شويه خفيفه وخفيت تسقلي الخليط في التحت، عملت هذه شويه ثقيل قعدت نخلط فيه شو حتى ولا العقاد هكذا بهذا القوام. في حين راه الكاطو مرت عليه 10 دقائق نمشيو نفرغوا عليه هذا الخليط، نطفي عليه نمشيو نفرغوه على البسكوي. راكم تلاحظوا البسكوي طيبناه عابلو، دروك نفرغوا هذا الخليط. شوفوا هذا الخليط كي ولا عقاد ولا كيما الكراميل، نفرغوه وندحيوه في الفرن فرع عدا مقدي دائما على درجه 180 درجه مئويه، ندحيوه لمده 20 دقيقه. نسويو هذه الطبقه جيدا وندحيوه، نردوها للفرن من جديد. ذوبت الشوكولا على حمام مائي، انا هنا رفدت شوكولاولي، نمشي نشكل هذه الريشات. طبعا عملتها في جيب حلواني ونعمروهم هكذا، من الاحسن خير من نعمرو بالملعقه. تعودنا على هذه الطريقه، نملوهم كاع ونرتخو باش يستوي يرفدوا شكل الورقه هكذا، نرتخوهم باش يرفدوا كاع الشكل، نخليوهم ينشفوا ونديمو ليهم. بعد ما جبدت الشوكولا نحيوها، هيا ترفد شكل الورقه. هنا تنجمو تستعملوا الشوكولا السوداء، انا كانت عندي اولي استعملت اولي. الاوراق الان نعمل لهم هكذا اللمع الذهبي، هذا تاع يخرج مليح، هذا تاع هكذا القرعه الكبيره. نوجدو الديكور، هذا هو الكاطو بعد ما مرت عليه 20 دقيقه. تشوفوا الطبقه كي تماسكت، الان نخليوه يبرد ونمشيو ندوبو الشوكولا على حمام مائي باش نقلاصيوه. دوبت الشوكولا على حمام مائي، نعملو الان كوش تاع الشوكولا. نسيو نسرحوها ما نعملوش كوش غليظه بزاف، على هاد الشكل نعملو الشوكولا. خليوها تنشف. بعد ما نشفت الشوكولا كنت قبل ما تنشف ما وريتكمش هذه المرحله، ربيت عليها شيه تاع الشوكولا كيما راكم تشوفوا. كانت عاده ما نشفتش، كانت شويه بدات تنشف وربيت عليها الشوكولا. انا هنا الصينيه راه عندي فيها 24 على 24، 24 كي نقسموها على 5 راني ماشي نعمل فيها 5 تاع المرصويه، ترفدت ثاني كارطون هكذا باش يطيح لي على برنيشان، جاتني 4.8 العرض والطول تاع الصينيه. نبداو نعبروا بهذا الكارطون ونقصوا لي مورصو، نعملوا الكارطون هكذا ونبداو نقصوا غير بشويه، نتمشاو معها نعلموا هكذا من الفوق. بعد هذا نبداو نطحيو الخدمي كاع لتحت. ما قطعت هكذا الكاطو قطعته الى مربعات، هنا نرفدوا المربع. شوفوا كيفاش جا ثلاث طبقات. الان نرفدوا المربع، نطليوه بشويه تاع الناباج باش نلصقوا ديك الريشه اللي كنا عملنا لها الملمع الذهبي هكذا في الوسط. عملوها حطوها على هذا الشكل، هنا تنجمو تلصقوها ما بشويه تاع الشوكولا، تعملوا شويه تاع الشوكولا اللي كانت عندكم دايبه وتلصقوها تجي ثاني مليحه. هنا نعملو في الجوانب شويه هكذا تاع الناباج دائما، ونعملو هذا السكر هذا الملون، انا هنا رفدته في المارون هكذا. هذا من الحلويات اللي راها جديده، رامي يسميوها حلويات 2018، هكذا يجي الشكل تاعها. نعملو لها دي كيسات شابين، انا هنا نقترح دي كيسات اون فيستاش هكذا تاع لوغوزا
كذلك حتى هذو الصحون الورقيه نعملهاهم بيستاش، ولكم الاختيار، انا نمد لكم افكار وانتم ما تحبوا. نتحصلوا هذا هو الحلوى تاعنا تاع اليوم. هذه هي بالنسبه لوصفه اليوم، حلوى من ثلاثه تاع الطبقات. كانوا بزاف يحبوا هذه الحلويات اللي تجي بالطبقات وتنقص، تجي سهله وتجي رابيد باش نخدم. كذلك هنا ملاحظه فقط، تنجموا هذاك السكر تستغناو عليه وتعملوا فقط شوكولا مبشوره. وبالنسبه لهذيك الريشه تنجموا تبدلوا تعملوا موتيف واحد اخر اللي تحبوا، ما تستغناو على اللمع، كذلك لكم الاختيار. هذه هي بالنسبه للحلوى، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لا جربتوها ما تنساوش تخليوا لي تعليقات، كذلك تعملوا لي لايك لا فيديو، تبارطاجيوها في المواقع الاجتماعيه، واللي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد قناتي. في الاخير نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.